دعسني أن أقول في رجل يعني من الدرجة ومن العيار ديال الأستاذ الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله. كل ما أقوله لن يوفي حقه في الحقيقة، لأنه قلما عرف التاريخ في المغرب وغير المغرب، قلما عرف رجالات من هذا النوع. الرجل الذي حمل رسالة وآمن بها ودافع عنها ودفع عنها الثمن الغالي، وكل ذلك لم يجعله في يوم من الأيام يفكر حتى في أن يتراجع أو أن يغير موقفه، إيمانا منه بأنه يدافع عن قضية كبرى، قضية الأمة الإسلامية. وكل واحد من عرف الشيخ رحمه الله أو قرأ له أو حتى سمع عنه من أقارب من الناس المقربين إليه يعرفون أن ما كان يحمله هو مقعد تقعيد ومخرج تخريج، وهو عبارة عن مشروع مجتمعي كبير عظيم يستنبط أصوله من المبادئ ومن المنهج النبوي السليم، وفي نفس الوقت يساير العصر. فالرجل يعني رغم ما حظي به قيد حياته وما سوف يستمر أن يحظى به لأنه لم يمت في الواقع، رغم ذلك كله لم يوفى له الحق في الواقع. فكل ما نتمنى ونطلب من الله تعالى هو أن يجعلنا جميعا مستمرين على نهجه، مستمرين على الاستفادة مما خلفه لنا وللأجيال، وأن يوفق الجماعة كلها بأن تطور كما طلب ذلك هو بنفسه رحمه الله، أن تطور مشروعه وأن تستمر على دربه، ولا نشك في أنها فعلا سوف تستمر على هذا النهج. وأخيرا يعني نذكر بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به، وهو لم يخلف سوى العلم، بل خلف الذرية الصالحة التي تدعو له، وخلف العلم الذي ينتفع به، وخلف يعني الثالثة سبحان الله، يعني الآن أشعر بشيء داخلي يجعلني حتى أنني لا أتذكر الثالثة، فسبحان الله. إذن خلف كل ما يجعل الإنسان عندما يغادر هذه الدنيا وينتقل إلى الرفيق الأعلى أنه ينتقل بروحه ولا ينتقل ويبقى بين الأحياء حيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.